طبعا قدر الله عز وجل لا اعتراض عليه، وعسى أن تكرهوا شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى وهو خير لكم. لكن لو سألتك يا عبد الله عن أهم الأشياء يعني اللي فقدتها وتتمنى حصولها بعد إصابتك يعني بالشلل والإعاقة. أماني، في ثلاثة أماني تتعبني، هي حسنة، أمني أني أسجد لله سجدة وإن شاء الله ما أقوم منها، في خوف داخلي، في آية في القرآن تقول يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أنا لا ما أقدر أسجد لله، أيام ما كنت أمشي ضيعت صلوات كثيرة. الآن في ناس ممكن يحزنوا عليها صح، يشوفوني بهذه الحالة يحزنوا عليها، لكن لما أكون ما أصلي ما حد يحزن عليها. الثانية أني أقلب ورقة بالمصحف، هذه أنتوا ما تفكروا فيها، أنا أشوفها مثل الجبال. الثالثة أني نفسي وقت عيد أو مناسبة أو فرحة أدخل البيت أضم أمي.